المشاريع واقفه امام بلديه ورقله على المشاريع المتوقفه، وملينا من الوعود الكاذبه من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلديه ورقله، وعود كاذبه. المشاريع بدات وتوقفت، عندنا ملاعب جواريه، عندنا الخندق الناموس كلانا الزيقو، كلانا جريمه في حق البيئه. طريق جديده داروها ما عداش حتى 6 شهور، هذا اول عدا 3 سنين ولا 4، ثم عادوا تكسرت، خدموا العين جديده واعطوا للناس توصيلات، ومن بعد خلوا الكبيره هذيك اللي على جالها بدلوا القناه، على جال ديك بدلوا القناه خلوها كما راها، لحد الان راهي دائما تطردق. الحي هذا ما فيش حتى الاناره، ما فيش حتى الطرقات، ما فيش المرافق الرياضيه، المرافق والهياكل الرياضيه ما كانش. عندنا هيكل رامي بن وفير عنده سنين، هو الاخر ذيك كل خطره يقول لك الغلاف المالي، الغلاف المالي، هو الاخر وقاعدين كيما كاك. مشاكل كبيره لا تعد ولا تحصى. الحقره التهميش البطاله، الناس بدون قطع اراضي، الناس بدون سكن، الناس بدون عمل.